مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير هيدي الكريمة. كريمة كتير ناجحة 100% وبمكونات موجودة بالبيت، وكتير كتير مثل ما شايفين روعة. عنا اول شي 3 اكواب سكر، كوب مي، كمان ملعقة طعام عصير حامض. السكر عيرته بنفس الكوب اللي عيرت فيه المي. نبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بحط المي فوق السكر، كمان بحط عصير الحامض، بحطهم على الغاز، بحركهم تحريك خفيف. هلا بتركهم يغلوا مع بعض. بعد ما غلت القطرة 8 دقايق، هلا بشوفهم اذا صاروا جاهزين. بعمل بالملعقة بهيدا الشكل، بس يصير عندي نقطة بهيدي الطريقة بالماي صار جاهز القطر. اوكي، طفي الغاز. عنا هوني بياض، 4 بيضات. هلأ بدنا نخفقهم 10 دقايق مع بعض على سرعة عالية. بسم الله. بعد ما خفقتهم 10 دقايق، هلأ حطيت القطر براكوي بهيدا الشكل ليسهل علي حط القطر فوق الخليط، هو سخن. كمان بحطهم شوي شوي فوق الخليط وبخفق على سرعة عالية حوالي 10 دقايق كمان. بسم الله. هذه الكريمة بعد ما خلطناها 10 دقايق، هيدا القوام لإلها ما شاء الله، كتير روعة. شايفين كيف هيدا قوامها؟ هيدي الكريمة فيكن تستعملوها تغلفوا فيها الكيك وتزينوا فيها، رائعة كتير كتير، اسم الله، ناجحة 100%. نحطها بالكيس، اسم الله، لنزينها مع بعض، نشوف كيف طلعت كمان بالتزيين. ما شاء الله شكلها كتير بشهي. بسم الله، لنشوف كيف طلعت مع بعض. هيدا الشكل النهائي، واو كتير رائع. هيدي
هيدي الكريمه اللي عملتها انا وياكم. بتمنى تعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحه، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.